انطلقت الساعة 5 صباحا أولى رحلات التشغيل التجريبي بطبعا خط المترو الثالث في جزءه الثالث، وده ممتد من محطة التوفيقية وحتى جامعة القاهرة مرورا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور. الخط الثالث ده هيخدم عشرات الآلاف من المواطنين اللي بيتواجدوا بشكل مستمر في المناطق دي، وحضراتكم عارفين المناطق دي كلها مناطق عليها حركة كبيرة ومناطق أصلا كثيفة بالسكان وفيها طبعا أماكن مهمة جدا وفيها مصالح حكومية وفيها الجامعة زي محطة البحوث وقريب منها، وبالتالي حجم الترافيك أو حجم اللي هيستفيدوا من الخط ده هيكون طبعا كبير جدا جدا جدا. ومبروك لمصر امتداد اكبر لشبكات المترو عشان تخدم كل انحاء القاهرة الكبرى. تعالوا مع حضراتكم نشوف التقرير ده ونرجع مرة تانية. كويس، وانا اول مرة اركبه دلوقتي، بس ما شاء الله انا عندي تفاؤل جامد للمستقبل الايام الجديدة ان الخير هيبقى جامد يعني بأمر الله. انا كنت عشان اركب من اروح ده جامعة الدول لازم اركب من ميدان الشرباجي، اركب كذا مواصله عشان اوصل لمصطفى محمود. دلوقتي سهلت علينا الدنيا جدا. المترو ده حاجه تانية جميله جدا، يعني يوفر مواصلات كتير. الواحد كان بيروح يركب مواصلات من التوبيسات ومش عارف ايه، كان يروح باربع ساعات، لكن مشوار دلوقتي اللهم صل على النبي ما بيكملش ساعه الا ربع، يعني من بلاد دكرور لعدل منصور ساعه الا ربع. بالتأكيد المشاهد دي وآراء المواطنين شيء يخلينا مبسوطين وسعداء. ولو تابعتوا كمان الصور حوالين محطات المترو الجديدة زي مثلا وادي النيل هتلاقوا ان كمان شكل المنطقة اتغير، وبالفعل الكثافة بدأت تقل في الحركة حتى في الشارع، خاصة ان دي مناطق عليها مناطق تجارية، مناطق فيها مصالح فيها شركات، وبالتالي بيعدي عليها يوميا عشرات الآلاف من المواطنين. فخلونا نبارك لنفسنا النهاردة، دي خطوة مهمة جدا والخلاصة خطوة جديدة بتعزز من وجه مصر الحضاري وبتساهم في القضاء على الازدحام في قلب القاهرة.